في مصباحي ديريكتور جنرال دروتير انانا تاع توزر. انا تاع توزر يتميز على الوتلة الاخرين اللي موجودين ديجا، خاطر انا تاع توزر هي بارتي ماينر جروب. ماينر جروب عندها 526 هوتيل في العالم كامل، ونختاروا ديما البقايا اللي هي تتميز بالمناخ نتاعها، وتتميز بالحاجات عندها سبيسيفيسيتي اللي هي كيما نقولوا احنا توزر. تو خذينا توزر، علاش اخترنا توزر؟ اخترنا توزر كي تشوف الفي من غادي انت على الشط جريد، وتشوف لي بالمي وكل شيء. الاوتيل معناتها فيه 93 شامبر، لي 93 شامبر المساحه نتاعهم دو معناتها 42 متر كاري كوفير، حتى 970 متر كاري كوفير. عندنا 50 شامبر ستاندار اللي هما ستاندار ديليكس معناتها سهل هذوما، وعندنا لي سويت اللي هما وان بيدروم فيلا اللي هو فيهم معناتها بالبيسين نتاعهم افيك بيسين، وعندنا لي شامبر كيف كيف زاد اللي فيهم دي بيسين وكل شيء، وعندنا دو رويال فيلا اللي هما بالبيسينات نتاعهم وكل شيء، وعندنا لي ريستورون نتاعنا اللي هما عندنا ريستورون ميكونغ اللي هو احنا موجودين فيه. لي ريستورون ميكونغ هو سي ريستورون تايلاندي، يعني ريستورون تشاينيز كيتشن وسو، وعندنا عند فيتناميز كيتشن كيف كيف، وعندنا ريستورون لي دي ريستورون اللي هو ان ريستورون معناتها سو فورم دو بيفي لو بتي ديجيني اللي دوني، اللي هو فيه انترناسيونال بيفي، فيه الازياتيك، فيه التونسي بيان سور، فيه الانترناسيونال. لا كليونتيل نتاعنا كيف كيف اللي باش نحكي عليهم، لا كليونتيل نتاعنا سا سورا ان كليونتيل بيان سور، انا ترى عندها السيبور نتاعها نتاع توسكي سيغمونتاسيون دي مارشي والكل. احنا توا بدينا ابارتير خاطر الاوتيل توا ابارتير دو برومي معناتها ديسمبر سا سورا لوفرتير اوفيسيال دو الاوتيل. توا قاعدين نعملوا في ترينينغ، توا قاعدين نعملوا في سوفت اوبنينغ، قاعدين تستيو في الماتيريال اللي موجودين عندنا، لي ماتيريو قبل ما نحلوا، خاطر تعرف نزل بالفخامه هذه ونزل بال لي زكسوار اللي عنده هو اللي موجودين هكا، علاش معناتها ما نحبوش نحلوا للبيبليك واحنا مانيش حاضرين. اليوم ابارتير دو 1 ديسمبر لوتيل ساسورا اوفر معناتها الكليونتيل نتاعنا الكل. تاخذ الاستيعاب نتاعو، قلت لك 93 فيلا، احنا اونفون لا شامبر معناتها نبيعوا بالشامبر مانيش نبيعوا بالبارلي، فهمت؟ كاليش. وعندنا بيان سور ان كالتشر فيلاج اللي هي الكالتشر فيلاج، فيه دي بوتيك، لي بوتيك هذوما ساسورا دي سبيسياليتي، فيهم حاجات دوت جام، فيهم حاجات معناتها اللي هما ارتيزانال نتاع تونس ميدو دغام، فيهم تلقى الحاجات من توزر بيان سور، وحاجات معناتها تونسيه، فهمت؟